تاكلي شي؟ شو اطلب لك؟ هذا ما له غدا عائلي برهان، مو جايين ناكل. ممكن يكون هيك بالنسبة لإلك سمرة، بس طالما بنتي على الطاولة فهذا غدا عائلي بالنسبة لي. شو يعني أنت هلأ مفكر إنه صرنا عائلة لأنك تعرفت على بنتك؟ لولاكي ولولا طمعك اللي ما قدرنا نشبعه ولا بأي شكل من الأشكال، كنت تعرفت على بنتي من زمان. يعني هذا ذنبي أنا سيد برهان؟ بكفي بقى. يا ريت ما تنسوا نحن ليش جايين. نحن أجينا لهون لنحكي، مو لحتى نتخانق. وهلأ أنتوا الاثنين بدكم تخبروني كل شيء وبالتفصيل الممل كمان. أنا خبرتك بالحقيقة يا بنتي. أمك ضلت سنين عم تقلك إني ميت مو؟ أنا هيك قلت لأنه ماما أعطينا مجال لو سمحتي. ماما كذبت كذبة وهاد كان كافي لحتى تنسى إنه عندك بنت، ما هيك؟ الموضوع كان كتير صعب. ما بده يقول إنه ما كان يهمه أبداً. طيب وهلأ شو رح يصير؟ أنا شو لازم ناديلك؟ بدي ناديلك بابا كأنه مو صاير شي، هيك يعني برأيك؟ لا، بس أنا ما عاد فيني أتحمل ما أشوفك بنتي. أنا ما توقعت أنك رح تقليلي بابا أو أنك رح تتقبليني بحياتك فوراً، بس كان بدي تعرفي أنه عندك أب ومستعد يعمل أي شيء كرمالك. شو ممكن يكون بدها منك؟ شو بدها منك؟ أنا ربيتها مثل أميرة، كافحت كرمالها لحالي، حميتها وحبيتها، كنت أبوها وأمها. أنت وين كنت بهالأثناء؟ كنت بالوكر يلي فت عليه مثل الفارة. لكن تعين خبرة أنا ليش فت على السجن يا سومرة؟ شو رأيك؟ شو مستني خبرها؟ ليش فتت على السجن؟ بسبب أمك. لو حضرتها ما فترت علي ما كنت فت على السجن. والله ما كان جاع بالي أضحك، عن جد ما كان جاع بالي. أنت ضليت كل هالسنين تفوت وتطلع على السجن وكل هاد كان بسببي؟ عفواً برهان، لو سمحت ذكرني كم مرة فتت على السجن وطلعت منه يا ترى؟ أنا ما عم قول إني ما كنت غلطان، صح أنا بالماضي ارتكبت بعض الأخطاء، بس أنا انسجنت وتعاقبت على أخطائي كلياتها. وبعدين لما أمك خبرت عني مع أنها بتعرف تماماً بإني بريء. ماما كلامه مظبوط. برأيك هيك شيء ممكن يكون صح؟ ممكن تصير هيك سخافة؟ هالبلد ما في قاضي ومدعي عام؟ معقول يرموا زلمة بالسجن بناء على كلامي بس من دون دليل؟ ممكن يصير هيك شيء؟ بتوقع انه كلياتنا بنعرف قديشك معلمة بالكذب والافتراء. طلع فيني، بدك تحكي معي بطريقة منيحة قدام بنتي، فهمان؟ انا عن جد ما عم بقدر صدقكم. انا إلي ايام رح جن حاسه انه رح يطق عقلي على الاخر، وانتم بدل ما تخبروني الحقيقة هون لهلا قاعدين عم تتهجموا على بعض، مو معقولين ابدا، مو معقولين. طيب جانسو حبيبتي، طيب بعتذر، بس هذا هو أبوك. مشاكل على طول وخناق على طول، وهلأ حطنا كلنا بهالموقف. قلتلك إنه جانسو مو منيحة وهلأ مو وقتها، بس أنت أصريت. ماما أنا مو هاد كان سؤالي. أنت ما بتعرفي هذا الزلمة أبدا جانسو، هو دمر حياتي وما كان فيني اسمح له يدمر حياتك كمان. إيه قلتلك إنه مات وماني ندماني على هالشي، وإذا بتنعاد القصة رح أقول نفس الشي كمان، ماني ندماني أبدا، لأنه أبوكي ما بيحب حدا غير حاله بس، وما بيفكر غير بحاله. تفضلي هذا هو أبوكي. مثل ما أنك شايف فكرة القعدة ما كانت منيحة. بصراحة أنا بحاجة شوية وقت مشان أفكر.